السلام عليكم سيادنا، ناكي داير؟ لاباس عليكم، نتمنى لكم تكونوا بألف خير. اليوم جيتكم بروجي جديد باش تعرفوا شنو كاين. عندي مشكل يعني في الديماراج ديال الطوموبيل. دي فوا واخا كندور الكونتاكت يعني كان الطابلو تيشعل، عندي الطابلو تيشعل ولكن ما كنسمع حتى شي حاجه، فهمتي؟ الطوموبيل ما كديماريش. دونك شنو شكيت في نيمان هذا اللي كان خشو فيه الكونتاكت، كيتسمى نيمان، شكيت فيه. دونك باش نتيستيه بلا من ديمونتي من بلاصتو، قلت نوريكم كيفاش. دونك ديجا باش تحلو هادي ديال كليو دو، باش تحلو تيكونو واحد دو كاش. انا غادي نوري لكم في المية، هنا كتكون هاد لابارتي سوبيريور كتكون هكا، وهادي لتحت هادي اللي كتكون هنا، وهادي كتكون لتحت. دونك باش نحلو عندنا ثلاثه ديال لي فيس توكس توكس، ها هما بحال ما هادو. كنحلو جوج تيكونوا طوال هنا، وتيكون واحد صغير هنايا، ها هو غاشاد هنايا، هنا كيتكليسا يعني ماشي ضروري تزيرو، ها هو هذا تيكون قصير. وكنحيدو فاسيلمون لا بارتي سوبيريور، الجزء العلوي و الجزء السفلي، وبالتالي كيولي عندنا لاكسي لاش نيمان هذا اللي كنديمارو به، اللي كنخشو فيه الكونتاكت. هاد نيمان هذا تتكون فيه واحد البوبينه هنايا، هاد البوبينه شنو الدور ديالها؟ هي اللي كتعرف الكود ديال كتقرا الكونتاكت، يعني حيت كاين في الكليو كاع الطوموبيلات هاد الموديلات نوفو فيهم واحد السيستيم ديال لونسي ديماراج. هاد السيستيم شنو خاص يعني بليتو سميتها يعني لورديناتور دو بور ديال الطوموبيل تيكون كونيكتي مع هاد البوبينه اللي كتقرا الكونتاكت. يعني الا ما كانش الكونتاكت ديالها ما ديماريش، واخا فهمتي يكون كتبقى واحد البوله هنا كتكلينوتي، هادي كتشوفو هنايا كتكلينوتي بالجات بالزربه، وهذا تيعني ان هاد يعني الطوموبيل ما تعرفاتش على الكونتاكت. دونك الكونتاكت فين تيكون؟ تيكون واحد واحد السيركوينه صغير، يعني في لاكارت مير تيكون واحد السيركوينه صغير، وفيه ان كود اللي يعني فاش كتقربوا، غير كتقربوا لهنايا لهاد السيركل هادي اللي هي بوبينه كتقراها، وبالتالي كتعطي لوردر الطوموبيل ديماري. دونك بلا حنا ما نديمونطيو هذا، بغيت غير نجربو واش نيمان واش خدام ولا لا. دونك باش نجربو اشنو غنديرو، كاين اللي عندي تيستور، اللي ما عندوش تيستور غادي يصاوبو. باش صاوبتو انا شديت خيط ركبت فيه هذا قراصة صغيرة ديال الحديد، هادي كنلصقوها في الماس، وشريت بولة اللي ديال الفيوز، هاهي عادية بروشيس معاها هاد الخيط اللي فيه هاد البانس جهة، وجهة أخرى برونشيتو معاش مع برا كيف كتشوفو هكايا. أنا غادي نجمعو كلو، هاهو. دونك جهة غادية البرا ديال البولة، وجهة غادية لاش البانس الباتري مبرونشي. هاد البانس فين كنديرو؟ في أي بلاصة في الطولة ديال الطوموبيل، هذا راه حديد، وبالتالي باش تكونو عارفين الطولة ديال الطوموبيل كلها هي الموا. الا كان الباتري مكونيكتي الطوله ديال الطوموبيل كلها هي المو. دونك انا الا حطيت هاد البانس هنا بحال حطيت جهه ديال البوله، فاش حطيتو في المو كيبقى لي هذا شنو هو البلوس، داكوغ؟ لا يشعل لي البوله. دونك خاصني اول حاجه نديتيكتي هنا، كيكونوا اربعه، كاين هذا بعدا في هذا كاين دو فاز وكاين ان فاز، انا الاعدادي دو فاز فيها أربعة ديال الخيوطة، ها هما كتشوفوهم. دونك كتعري عليهم من حيت غير سكوتش، دونك بلاص ما نعريهم ونشرق هذا باش نعري السلك، هذا هو الدور ديال البرا. اشنو غادي ندير؟ أول حاجة خاصني نديتيكتي البلوس اللي كيعطي الكونتاكت، اللي جاي من الباتري كيعطي الكونتاكت. دونك البلوس هو هذا، كان اش كندير؟ كنبقى كنخشي هاد البرا في وسط هاد الخيط هذا بلا ما نعريه، غير البرا كنخشي. دونك كنجربهم كلهم، انا ديجا جربت. دونك هانتوما باش غادي نخشي والطوموبيل طافيه، الطوموبيل كونتاك ساكت، كندور عليهم كلهم كنلقى واحد اللي كيشعل لي البوله، ها هو هو البلوس. دونك هذا هو اللي كيجيب البلوس لاش النيمان الديمارور.
لا ماشي دي مارور، هذا اللي كيدير اللي في الكونتاكت نيمار، نقول نيمار داكو. النقشه الاولى هي اللي كتخدم لي زاكسيسوار. انا دابا هنا خاوي عرفت يعني راه تيستيت كلشي، كنطيح في هذا بوحديته اللي عاطيني اللي كيشعل لي البوله، دونك هذا هو اللي جايب البلوس. كندور الكونتاكت نقشه هنا، هذا كيخدم لي زاكسيسوار ديال الطوموبيل. كنجرب دونك جربت انا الصفر ياك، الصفر هانتوما ما عطانيش، لورونج ما عطانيش، كاين واحد ها هو كاين لداخل، زومي عليه عفاك، ها هو يبان لكم من لداخل بين الصفر وبين الاحمر. انا نخش فيه نحط في هذا ها هو، دونك راه ما دورتش انا النقشه كلها هي داكوغ. هو ولد خلاني هذا اللي كيخدم لي زاكسيسوار ديال الطوموبيل. عاد كاين ديال بري شوفاج، خصني ديتيكتي ديال بري شوفاج. بري شوفاج هي فاش كندور الكونتاكت النقشه الثانيه كيشعل لي معاها الطابلو دبور باش كيشوف لي البواجه، وهذا كيبقى شكون بقى لي هاد لوغونج وبقى لي الصفر. انا راه لقيتو هو هاد لوغونج، هانتوما لقيتو هو هاد بلاتي، هو صفر بلاتي، ها هو صفر ديال بري شوفاج. كيبقى الاخراني هو ديال ديماراج، الخيط الاخراني هو لورونج غالبا فورسيمون يكون هو ديال ديماراج. دونك انا فاش غادي نخشي فيه هنا البرا هكايا ونديماري اون ميم طون، خصني نشد لكم هذا نخشي في لورونج ونديماري اون ميم طون، خاص البوله تشعل. الا ما شعلتش دونك راه ديمارور خاسر. شي مع الديماراج شعلات البوله، اشنو كيعني؟ ان يعني الكونتاكت هذا نيمان اللي كيتشاف في الكونتاكت جربته في كاع لي بوزيسيون ديالو، داز لي الضو جربته في الخاوي قلبت على البلوس، جربته في النقشه الاولى باش نعرف واش الخيط ديال لي زوط سيرفيس ديال لي زاكسيسوار واش خدام، يعني شعلات البوله دونك خدام. جربته في بري شوفاج فاش كيشعل لك طابلو دوار اللي هي النقشه الثانيه شعلت البوله دونك حتى هو خدام. جربته في الديماراج يعني الخيط الرابع الاخراني اللي هو لورونج، لقيتو حتى هو شعلت البوله دونك نيمان راه كيدوز الضو. هذا علاش درت هكا، علاش درت هذه الطريقه باش نقطع الشك، يعني حيت انا فاش كندور تنقول ما كي ديمارور لا غيديماري لي الطوموبيل ما كيدورش، دونك قلت بوتيت فهمتي هاد الخيط الاخراني لورونج راه ما خدامش. بهاد الطريقه راني قطعت الشك، تاكدت بلي الديمارور عندي خدام ما فيه حتى شي مشكل. دونك المشكل غيكون غالبا في شي رولي، ولا غادي يكون شي الخيط ديال يعني شي خيط من ديال الديمارور غادي يكون محلول ما مزيرش مزيان، غادي نتاكدوا منه ان شاء الله. دونك كانت هادي التجربه ديالنا باش نوريكم كومون تيستي كيفاش تيستيو هذا ديال الديماراج بلا ما ديمونطيو بلاصتو، حيت كاينين انواع مثلا كاين انواع اللي ما يمكنلكش تحيدو، دايرين فيسات اللي ما عندهمش ما فهمت ما عندهمش النقشات، ما عندهمش بلاصه ديال التورنوفيس، ما عندهم حتى شي حاجه، يعني فيسات فيكس باش تحيدهم غادي خصك تحسكهم كما تيقولوا لا تقطعهم تبردهم وبدا ضرب بيران باش يدوروا لك. علاش دايرين سيكوريتي باش بنادم ما يحيدوش، باش الشفار ما يحيدوش، وهذا راه مغلفين وبيان سيغ بسكوتش على حساب فهمتي باش ما يتنثرش. انا الشفار شنو غادي يدير؟ غادي يجي غادي يشد لك دابا هاد الاحمر يلاصقو لك ديريكتومون مع لورونج اديماري الطوموبيل، الا ما كانش فيها لونسي ديماغاج داكوغ، الا ما كانش فيها لونسي ديماغاج. الا كان فيها لونسي ديماغاج راه واخا فهمتي واخا عيا ما يلاصق ما ديماريش الطوموبيل. كان هذا هو الفيديو ديالنا، الى فتكم في شي حاجه كنتمنى تشاركوا في القناه وتشجعونا بشي تعليق زوين وبشي قليب، وخليتكم في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.